عندنا بتنجان رومي الكميه اللي احنا عايزينها ممكن كيلو ونص 2 كيلو زي ما احنا عايزين، هنقشرها كويس وبعد كده هنبتدي نقطعها مكعبات ونحط عليها رشه ملح، نسيب البتنجان يصفي الميه الزياده اللي فيه، وبعد ما يصفي الميه الزياده هندي له رشه دقيق بنشا كده علشان لما نحمره ما يمتصش معانا زيت كتير. تمام، ده كده البتنجان. كمان عندنا فلفل الوان متقطع مكعبات ومقلي كده نص قليه، عندنا عيش شامي متحمص متقطع مكعبات ومتحمص في الفرن بدون مواد دهنيه خالص، عندنا كمان الرز بتاع الفته، ورز الفته النهارده هيكون عباره عن رز بسمتي او رز بلدي المتاح عندك. تمام، هنحتاج له رشه من الكركم ورشه من القرفه وكمان معلقه كبيره من الزبده وزبيب وميه مغليه وملح، بس كده بسيط خالص ما فيهوش اي حاجه. عندنا فراخ، تمام، وقطع الفراخ زي ما قلت لك هي اختياريه في الوصف، نقدر نعمل الفته بالبتنجان بس، ممكن نزود عليه الفراخ لو احنا حابين بكميه بسيطه يعني نص كيلو كده من صدور الفراخ، هتتقطع مكعبات. عندنا معلقتين كبار من الكاتشب، معلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من البهارات السبعه، رشه قرفه وملح وفلفل اسود. دي كده تتبيله الفراخ. خلاص، فته بقى يعني صوص، بس الصوص النهارده مش هيبقى صوص طماطم ولا بالخل والثوم والكلام ده كله، لا، صوص النهارده هيبقى صوص ابيض، صوص خطير، هيبقى عباره عن ايه؟ معلقه صغيره من الثوم المفروم، ربع كوبايه من عصير الليمون، نص كوبايه طحينه ونص كوبايه مايونيز وكوبايه زبادي. هنحتاج كمان نص كوبايه من الميه، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره عسل ابيض، ونص معلقه صغيره زعتر وملح وفلفل اسود. دي كده ايه الصوص الخطير اللي هيكون معانا النهارده هيتقدم مع الفته. طيب الفته دي محتاجه كده شويه ليمون مخللين، ليمون معصفر، بس النهارده هنستغنى عن الليمون المعصفر بشيبسي بطعم الليمون المعصفر، هنقدمه جنب الفته هيبقى خطير وهيدينا نفس طعم الليمون المعصفر. تعالوا بينا بعد ما شفنا المقادير نعرف مع بعض بقى طريقه التحضير. انا مجهزه على النار الووك والحله، ووك علشان اعمل فيه الفراخ والحله علشان اعمل فيها الرز، واحنا خلاص قليت البتنجان وقلنا ونقول كمان قليناه ازاي علشان ما يتشربش معانا زيت كتير، والعيش كمان حمصناه قطعناه كده وحمصناه في الفرن بدون اي مواد دهنيه عشان تبقى المواد الدهنيه عندنا قليله في الوصفه. تعالوا بينا الاول كده نحط ايه، نحط الفراخ على النار. بدايه ادي الفراخ بتاعتنا، جبنا الصدور غسلناها ونشفناها كويس جدا جدا، وتعالوا بقى نديلها تتبيله كده ونحطها على النار. اهم حاجه زي ما اتفقنا في تتبيل الفراخ تكون الفراخ هي نفسها خلاص ما فيهاش اي سوائل، ناشفه تماما. احط لها الملح واحط لها الفلفل، هضيف كمان البهارات السبعه والقرفه، رشه من كل حاجه، وبعدين ادعكم كده كويس. تمام، اتاكد بقى ان انا تبلت قطع الفراخ كلها زي الفل. طيب وبعد كده الطاسه عندي سخنت جامد، هحط لها بقى معلقه زيت تمتص الحراره ومكعب الزبده، تمام، انا اكتفي بمكعب واحد، يسخن كويس بالشكل ده ويلا بينا على طول ننزل بقطع الفراخ. الى في طاسه سخنه جدا فيها معلقتين من الزيت ومعلقه زبده علشان يكونوا سخنين قوي فالفراخ تنزل على طول تتشوح وتاخد معانا لون بسرعه. طيب الفراخ وهي بتتشوح لازم استغل الوقت وتعالوا بينا نعمل مع بعض الرز. زي ما قلنا مقادير الرز هيكون كميه الرز اللي انت عايزاها او على قد عدد افراد اسرتك. هنا تقدري تستخدمي رز بلدي او رز بسمتي برضو المتاح عندك في البيت. النهارده مستخدمين بسمتي، تقدري تستخدمي بلدي زي ما انت عايزه. هحط مكعب زبده في الحل على النار ومعاها معلقه زيت
انا حطيت الزبده وحطيت الزيت، وتعالوا بينا نقلب بقى الرز كويس كده علشان نسخنه، سواء رز بلدي او رز بسمتي زي ما قلنا المتاح واللي انا حابه اعمله. وانا بشوح الرز هديله معلقه صغيره من الكركم ورشه قرفه او عود خشب من القرفه، ونقلب. خلي كمان البهارات تتحمص، وتعالوا نحط الزبيب كمان. هنا الزبيب بقى بيفرق في طعم الرز بقى، حطيه سواء رز بلدي او بسمتي طالما عندك في البيت تقدري تحطيه منه. عايزين ندي تقليبه كده لطيفه للفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الناحيه الثانيه احمرت ازاي، هو ده المطلوب. حاضر، هدي للرز بتاعي الملح، تقدري كمان لو عندك شوربة نسقي بيها او مكعب مرقة تقدري تدوبيه في مية وتسقي بيه علشان يدي طعم حلو للرز. خلاص الرز سخن والدنيا تمام، ايه رأيكم؟ تعالوا بينا بقى علشان نحط المية المغلية. كوباية مية لكل كوباية رز بلدي، كوبايتين مية لكل كوباية رز بسمتي، وقلب. والميه لازم في كل الاحوال تكون مغليه، وابتدي اغطي على الرز علشان يغلي ويتشرب، وهدي عليه بعد ما يتشرب. خلاص الفراخ بدات تستوي او خلاص دخلت في السوى والدنيا تمام، ما بقاش فيه اي سوائل موجوده في الوجب بتاعنا. مجهزين بقى معلقتين كاتشب، ممكن يكون حار او بارد عادي، وكمان معلقتين من الخل علشان يدونا طعم كده مميز للفراخ بتاعتنا. فهستنى بقى الفراخ تبقى مفيش اي سوائل خالص خالص في الارضيه عشان نطش الخل والكاتشب يطلع معانا بقى الريحه بتاعتهم الحلو. انا كنت بصراحه هديت النار خالص عشان الفاصل. حلو قوي كده، يلا بينا ننزل بالخل. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الكاتشب، ندي تقليبه. الصوص بقى الحلو اللي تحت ده هيخلي طعم الفته معانا خطير كده. خلاص الفراخ جهزت، يا دوبك بتاخد تقلبتين كده بس في الصوص ده علشان يبقى طعمها لذيذ. غليت تمام التمام، يلا بينا بقى نرفعها من على النار، هي كده استوت وبقت جاهزه. الرز عندنا احنا وطينا عليه تمام لانه خلاص غلي وتشرب، فانا موطيه عليه تماما ومغطيه. لازم يقعد بقى على نار هاديه ومتغطي لغايه ما الرز يستوي تماما. طيب على ما الرز يستوي تعالوا نحكي تاني احنا عملنا ايه في البتنجان بتاعنا. زي ما قلت لكم تقدروا تجيبوا البتنجان تقشروه، وبعد ما تقشروه طبعا يتغسل الاول يتقشر، بعد كده هتقطع مكعبات زي ما انتم شايفين بالشكل ده، احطها في مصفه. المصفه دي هبتدي ارش فوق البتنجان ملح واسيبه في المصفه. اللي بيحصل ايه؟ ان كل السوائل الزياده والميه الزياده اللي موجوده في البتنجان بتبتدي تنزل من المصفه تمام. بعد كده بعد ما تنزل السوائل الزياده اللي فيه برشه بقى بمعلقتين دي مع معلقتين نشا، واقلبهم كويس كده، وبعدين ابتدي اقليه في الزيت. ده بيخلي البتنجان معاكي يبقى خفيف ومش شارب زيت مطلقا تمام. العيش جبناه قطعناه مكعبات برضو بالشكل ده، وحمصناه في الفرن بدون اي مواد دهنيه خالص. اما الفلفل الالوان فبرضو قطعناه غسلناه كويس، قطعناه مكعبات، وبعد ما حمرنا البتنجان نزلنا بالفلفل في الزيت يا دوبك نص قليه كده عشان يبقى محتفظ بلونه زي ما انتم شايفين، فيزين معانا شكل الطبق. خلصنا الحاجات دي، عملنا الفراخ، عملنا الرز والدنيا تمام. تعالوا نعمل الصوص بقى اللي هيتحط على الفته بتاعتنا. والصوص بتاعنا زي ما قلت لكم صوص بقى مختلف، مش الصوص الاحمر بتاع الفته المتعارف عليها. احنا فتتنا النهارده مختلفه تماما. فتعالوا بينا كده ناخد الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. والطحينه
والمايونيز نحط بقى الثوم، معلقه كده من الثوم المفروم يعني حوالي 3 فصوص من الثوم، نحط الليمون، نحط الخل ورشه زعتر، ويا دوبك كده ايه معلقه من العسل. ما ننساش طبعا ملح وفلفل. انا كده خلاص عملت صوص خطير بقوام حلو قوي قوي وطعم مش قادره اقول لكم قد ايه بيبقى جميل ولذيذ مع السلطه دي، تحفه. خلصنا كده، نلم حاجاتنا دي، تعالوا بينا بقى ايه نجيب سيرفيس عشان نبدا كده نجهز مع بعض. زي ما قلت لكم الوصفه دي تعد من الوصفات الاقتصاديه، طعمها بجد وهمي. ان شاء الله لو ما جربتوهاش قبل كده لازم تجربوها. احنا ممكن زي ما قلت لكم نلغي منها الفراخ خالص او صدر فرخه واحد هيكفي، فزي ما انتم حابين. نقدر نعملها برز بلدي تمام هيبقى برده حلو قوي، او نعملها برز بسمتي المتاح عندنا. انا هشوف بس الرز اخباره ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، كده 10 على 10، شايفين لونه وجماله. يلا بينا هشيل الرز وابتدي بقى ايه. اهم حاجه شايفين كل حاجه كله تمام. هنزل الرز واكله في ثواني كده، في ثواني. ادي إيه الرز بتاعنا. انا عايزه الرز يبقى عالي كده، يلا على الحروف بقى. هبتدي اخد من العيش المحمص اللي بدون اي مواد دهنيه، ابتدي ارصه كده على الحروف. دايما بحب اخلي العيش المحمص على الحروف، مش عايزه احطه تحت الرز، لانه لو اتحط تحت الرز سخونيه الرز هتخليه يطرى، واحنا عايزين ناكل العيش كده مقرمش، شويه تلاقيه مقرمش شويه تلاقيه طري، فيبقى لذيذ قوي. ممكن نلف الطبق كده عشان نعرف نتعامل معاه. هايل، خلصنا كده العيش، ممكن بقى نخليه كده نقنقه جنب الفته. تعالوا بينا بقى، عندنا البتنجان، عندنا كمان الفراخ والفلفل. حطيت البتنجان بعد ما حطيت العيش، تعالوا ناخد الفراخ بقى دي لو متاحه، لو مش متاحه صدقوني والله العظيم ما بتفرق، البتنجان لوحده مع الخلطه دي خطير. فهاخد الفراخ كده بالصوص اللي فيها ده وابتدي انزله كده على الرز والعيش والبتنجان بالشكل ده. يا جماعة الفتة دي يعني لازم تجربوها بجد وهمية. كتير لما يسمع فتة بتنجان، فتة بتنجان لا مش قادرة استوعب طعمها يكون ايه، لا بس هي لذيذة قوي قوي قوي. شايفين الجمال؟ خطيرة يا جماعة خطيرة. خلصنا فتتنا الحلوة وبقية الصوص طبعا طبعا هنحطه في صوصيرة علشان لازم يتقدم جنبها، اللي بياخد في طبقه شوية فتة يبتدي يزود من الصوص زي ما هو عايز. والله لو عندنا مكسرات يعني خير وبركة، نرش كده على الوش تكون متحمرة، ما عندناش فالطبق بتاعنا مش محتاج أي حاجة، هو لوحده كده حكاية.